Un petit résumé, la génétique telle, par exemple, qu'on a les anomalies. Les anomalies constitutionnelles. Qu'on a homogène ou non homozygote. Qu'on a les anomalies qu'on a la naissance. Les anomalies acquises somatiques, qu'on a la naissance, durant la vie. Qu'on a équilibré ou déséquilibré. بعد رحو نبدأ أنوماليه دو نومبر كاين بوليبلويد أنوبلويد بوليبلويد كاين تريبلويد تترابلويد تريبلويد كاين ديوندريك ودي جيني ديوندريك يكون لو بروبليم في لو بير دو بي في زعما دو في لو بير او دو سبرماتوزويد ولا سبرماتوزويد واحد فيه دو زيكس ايا ولا دي جيني في لامير دوزان زعما في لامير هي اللي تكون عندها البروبليم من بعد نحو انوبلويد انوبلويدي في لاكسيدون سيغريغاسيون كاين زوج انوبلويدي تا يكون اوموجان ولا موزايك اوموجان مي تكون بروبليم في الميوز موزايك في الميتوز اوموجان يكون يا اما اوتوزوم بروبليم في اوتوزوم ولا غونوزوم بعد عندنا لي مالادي نهضروا على لي تريزومي وهضرنا على دي كونوزومي حتى ما كان لي تريزومي كاين ربعة كاين 21 13 18 9 21 داون 13 اون باتو 18 ادوارد 9 واكني داون و كاين هادو ثلاثة لاج ماتيرنال هو اللي يتحكم بيهم ادوارد ما هاش هضرين عليه لاج ماتيرنال لي كوز تاعها يا اما لا مير تكون تريزومي ولا لا نون دي جونكسيون لا كانت لا مامون ماشي تريزومي ديفيزيون اي كومبروبلا في ديفيزيون اوفوسيتا ولا في ديفلوبمون امبريونا و موزايك هادي هنا بروبلا في الميتوس نديرو هكا ريزومي باش نطيقو نكوشو لي كو سي ان فاسيل ان بعدا دو سي كملنا مع لو نومبر نروحو لا لي انومالي دو ستركتور لي تريزومي اي لي مونوزومي كونو بارسيال Les anomalies de structure et qu'on fait un cassure et recollement à normes. Quand rabra, l'oula, hadoula les anomalies et qu'on un seul chromosome l'y touche. Quand rabra, délition chromosome en anneau, inversion ou isochromosome. Délition qu'on termine le intercalaire. Terminal qu'on perd sa segment distal bark. Intercalaire qu'on a deux cassures sur le même bas. هيا كي نفرقوا بين لونو تاعها هنايا راه كاين بغا واحد كاتبين بي برك وهنايا كو كو وفي الميم بغا بالون روحو كروموزوم اونانو كاسور شاك الاكستريميتي مع تاكولمون انومال وطيقو نعيطو لها دوبل ديليسيون باسكو تصرالنا تكرس تكسر من الفوق ومن التحت من بعد يتكولا انفيرسيون كاين دو كاسور في ميم كروموزوم يصرا كاسيو من بعد ينقلب مع داي تاكولم كاين بيريسونتريك وباراسونتريك بيريسونتريك سونترومان يكون في السيغمون باراسونتريك الكاسيو يكون في ميمبا كيف نفرقو بلا نو عليه هنا بي بي ميمبا معناها باراسونتريك هنا بي كو ماشي ميمبا معناها سونترومان راه في الوسط معناها بيريسونتريك نروحو للايزو كروموزوم يا المهم هذاك الكروموزوم يكون فيها اما دو بالون ولا دو براكو سونترومير مونوسونتريك و ديسونتريك هنايا هاكا الكتبة تاعهم هادي معناها هذا الكروموزوم فيه دو بغا لون ابخي هادي هذا هنايا لا ديليسيون تكون في بروبليم في الميوز ديزيكيليبري دو نوفو مونوزومي بارسيال كروموزوم اونان ديزيكيليبري دو نوفو انستابل اون ميتوز و دوبل ديليسيون انفيرسيون ديزيكيليبري باسكو غير تصرا انفيرسيون ميترش طرف ولا ايزو كروموزوم يكون ديزيكيليبري وهادو لي مالادي تاع لا ديليسيون عندنا تسا انا هنديرهم كيما هكا باش زعما نطيو نكوش كيما انجل مان اي فوالا ان شاء الله استفاديتو ميرسي